بحضور رسمي وشعبي كبير، أقامت اليوم مؤسسة الاعتصام الدعوية التنموية حفل تخرج الدفعة الثانية والمكونة من 70 طالبا وطالبة، بعد أن استكملوا دورات تدريبية امتدت لأكثر من عامين في عدد من العلوم الدينية والشرعية واللغوية على يد عدد من العلماء والمختصين. وقال القائمون على الدورة إن الهدف منها تخريج قادة يفيدون المجتمع والوطن في مجالاتهم، والإسهام في مواجهة البث الطائفي المنحرف الذي تتبناه ميليشيا إيران الإرهابية الحوثية في أوساط المجتمع اليمني بشكل عام. الحمد لله درسنا كثير من العلوم الشرعية في التفسير والفقه وأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلم الحديث، ودرسنا كثير من العلوم الشرعية، وإن شاء الله سنكون معلمين لهذا المجتمع ومفقهين له وفي خدمته إن شاء الله، فهذا واجبنا. هذه الاحتفائية كانت عبارة عن تكريم لطلاب الدفعة الثانية من طلاب مركز الاعتصام للعلوم الشرعية. بلغ عدد الطلاب في هذه الدفعة 70 طالب وطالبة، 38 طالب و 32 طالبة. تمت الدراسة خلال عامين ونيف. المواد التي تعلموها معظم علوم الشرعية، ابتداء من التفسير والسيرة والحديث ومصطلح الحديث، ثم الفقه وعبادات والمعاملات وأصول الفقه، وكذلك المواد الفرائض واللغة العربية وغيرها من متطلبات العلوم الشرعية.